أخبار اليوم. صباح الخير، أنا هنا. الفنانة الجميلة وفاء عامر حابة تقول لنا ايه النهاردة ومشاركة حضرتك؟ أنا حابة الأطفال هما اللي يقولوا إن شاء الله بإذن الله إنهم هيخفوا وهيبقوا كويسين. إحنا عايشين بالدعم المجتمعي، كلنا بنتكفل ببعض، ملناش أفضل على بعض لأن ده حق الناس دي، وربنا إن شاء الله هيكرمهم بإذن الله بالصحة والعافية. تحيا مصر. الفنانين يعني ما بيتأخروا. الله